السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير ونفضل دايما على طول مع بعض. اخواتي وحبايبي بيبعتولي بقالنا تقريبا اكتر من يومين وبيسألوني: يا كابتن، انت شايف ياسين ابراهيمي من حقه ان يرجع المنتخب او ينضم للمنتخب في امم افريقيا؟ اللي عمله ياسين ابراهيمي الموسم ده، تألقه و11 هدف وتألق بصراحة عظيم جدا، يستحق يروح المنتخب. ولكن لازم يحصل اتفاق ما بين جمال بالماضي وما بين ياسين ابراهيم، لان انا في الاول انا كنت رافض ان ياسين ابراهيم ينضم للمنتخب. لما لعب في البطولة العربية من سنتين وتألق ووصل الجزائر ما شاء الله للنهائي وحاجة كانت عظيمة جدا، انا رشحته انه يروح المنتخب. لكن لما راح المنتخب ما بيبصيش لحد، يعني انانية تبوظ اللعب الجماعي في المنتخب. فطبعا الموضوع ده انا ندمت وقلت ده لا يصلح للمنتخب. اي مدير فني محترم لا يقبل بوجود لاعب زي ياسين ابراهيم، لانه لاعب بيلعب لوحده كأنه بيلعب تنس، وده غلط. ان زي ما انت موجود في المنتخب، في محرز، في بليلي، في اسماعيل، في بغداد، يعني لازم تشوف زمايلك لعب جماعي، فاهم ازاي؟ خلي بالكوا في لاعب ممكن يلعب في نادي ضعيف والنادي ما عندهمش امكانيات ولا لعيبه وهو يجري دي مقبوله، الناس بتبقى فرحانه بيه. لكن لما تلعب مثلا في وسط مجموعه زيك زيهم، انت مهاره عاليه، بس في طبعا كل الفرقه مهاره عاليه، لازم تلعب لعب جماعي. انا من رايي ان بالماضي دوره ان يضم ياسين ابراهيمي، حقه من انا قلت قبل كده ما ينضمش، لكن الموسم ده من شهر مثلا 8 ما ابتدى او شهر 9 ابتدى الدوري القطري الى 3 4 شهور دول، بصراحه انا شفت اهداف ليه كتيره جدا، شفت ملخصات لمباريات الموسم ده، حبايب الجزائريين بعتولي. لا يستحق ينزل شوط تاني، لانه ما شاء الله بيسجل اهداف صعبه جدا، بتحركاته بالكوره فايق ومركز قوي ما شاء الله، فمن حقه انه يخش المنتخب. لكن من حق جمال بالماضي انه يتفق معاه. جمال بالماضي انا حاسس ان هو بيركز بس على اللي بيلعبه في الحضور، لا، اتفق مع واحد زي ده يخلص لك ماتشات كتيره. ياسين ابراهيمي في افريقيا تجيبه، لانه عنده موهبه وبيعرف يسجل، تجيبه تقعد معاه. قلت له: يا ياسين ان شاء الله انت معانا، ولكن لعب الجماعي، عندك فرصه انك عايز تعدي لعبتك ماشي، بس اللي بعديها لازم تدي لزمايلك، حسسني ان انت جاي عايز المنتخب زي ما احنا عايزينك، انت كمان محتاج للمنتخب ان انت تلعب البطوله امم افريقيا. وعنده بالماضي المعسكر اللي جاي ده ماتشين تصفيات كاس العالم، جيبه وجربه، قول له انا وانت ده اختبار ليك الماتشات دي، انت لعيب سوبر، مش اختبار على مستواك، اختبار على لعبك الجماعي معانا، لعبك الجماعي، يتفق معانا وان شاء الله باذن الله، لان هو يستحق ياسين. وفكر لاعب الكوره بيختلف من سنتين غير دلوقتي، فكري بيختلف. شكرا.